احفظنا يا الله. أنت بخير وتسأل عني سيد عثمان؟ أنا بخير الحمد لله، لكن أنتم؟ ولدي، ما حالكم؟ المنجم أصبح ملكا للكاي. لكن لدينا شهداء. وأخي بوران وقع أسيرا لدى روغاتوس. سيدي، تسقى الأرض بالدماء حتى تصبح وطنا. ما الذي حدث؟ أنت مصاب، أنت مصاب جيركوتاي. إلى خيمة الشفاء يا أبطال، جهزوا خيمة الشفاء. هذا ليس شيئا، ذهب العاقل وبقي المجنون. أين كومران؟ فليأتي أحد به. بوران بين أيدي الكفار يا أيغول. سنقتلكم جميعا، سنقتلكم. أنت أصدرت الأمر يا روغاتوس؟ سنقتلك أيضا. وأنت أيتها الشيطانة، سأسقط رأسك اللعين، سأسقط رأسك اللعين هذا. حتى في هذه الحالة لازلت تهدد، أليس كذلك؟ زوجتك كانت هكذا، هي أيضا كانت عنيدة، قاومت كثيرا لكنها ماتت. ستتشاركان النهاية نفسها، ليس أنتما فحسب بل جميع الأتراك. نحن لا نخشى الموت، نحن لا ننتهي بالقتل. إن استشهدت سأذهب إلى زوجتي، لكنني لن أذهب قبل أن أقتلكم جميعا. قال سيقتلنا. توقف، خذ نفسا. خذ نفساً.
تنفس، لن تموت بعد، لن تموت. سأحتفظ بك من أجل نيكولا، سيخرج غضبه منك بسبب المنجم. استمتع هنا حتى ذلك الحين. لا ترفعوا أعينكم عنه. هل تعلم كيف ماتت زوجتك؟ هل أخبرك؟ شيطانة. السم أولاً قطع أنفاسها. اصمتي. ثم أوعيتها تمزقت بسببه. اخرسي. هل تعلم أي ألم هو هذا؟ ألم شديد جداً، كان ألمها لا يحتمل. اصمتي. كانت تزحف، نازعت الموت وهي تزحف. قلت لك اصمتي. لكنها كانت فتاة قوية، وبحالتها تلك حاولت التصرف ببطولة، لكن وبضربة سيف واحدة. ماتت. أقسم إنني لن أستشهد قبل أن أجعلك تعيشين الألم أضعافاً، قبل أن أسقط رأسك المشؤوم هذا. التراب حرام علي، حرام. كأن عثمان لا يكفي، ظهرت زوجته فوق رؤوسنا. اللعنة عليهم، يخرجون من كل مكان، فليذهبوا إلى الجحيم، إلى الجحيم. ليذهبوا جميعهم. من أين يخرج هؤلاء؟ من أين؟ فليذهبوا إلى الجحيم. أخت كوسس الوحيدة ماري، كيف تفعل هذا بي؟ سأفقد عقلي نيكولا. سنجمع الجيوش حالا، سنجمعهم. انظر، زوجة عثمان من أخذتها، فهي ذهبت إلى قبيلة الكاي. سأقضي عليهم، سأذهب إليهم وأحرقهم جميعا. لن يبقى رأس أحد منهم على جسده. سأحرق كل قبيلتهم، سأحرقها. هل جننت يا نيكولا؟ ماري الآن في قبيلتهم، لا أسمح بهذا. سأذهب وحدي لأخذها. كيف ستذهب وحدك؟ من أكون أنا؟ كان ستصبح زوجتي. بالطبع ستصبح زوجتك نيكولا، لكن إن هاجمت القبيلة الآن ستعقد الأمور. من الأفضل أن تعود إلى القلعة. ما الذي تقوله كوسس؟ هم يختطفون زوجتي وأنا أجلس في قلعة، صحيح؟ ألا تفهم نيكولا؟ إن هاجمت القبيلة الآن ستفقد ماري إلى الأبد. سأتيك بماري بنفسي، أعدك. ثق بي. حسنا، اذهب كوزيس، اذهب واجلب ماري. سأذهب. آمل أن تكون محقا. هيا هيا. آمل أن تكون محقا كوسيس، آمل ذلك ماري. لن أكون زوجتك أبدا. أنا أكرهك نيكولا، أنا أكرهك، أكرهك. اجلب لي ماري يا كوسيس، اجلبها كي أتمكن من خنقها بيدي. سأخنقها بيدي.
الله.